معروف أنه هذا الجسر يكتسب أهميته من ربطه لحيين تجاريين في مدينة الموصل اللي ممكن أن يقطعها المواطن الموصلي بجولة تسوق واحدة. هذا يعني خلال هاي الفترة كان أكو استخدام للمعبر المؤقت، الحمد لله اليوم راح ينتفي الحاجة إلى هذا المشروع من إشراف طرق وجسور نينوى وتمويل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتنفيذ شركة ضفاف الرافدين العراقية. قبل أيام كنا في افتتاح الجسر القديم، واليوم احنا في افتتاح الجسر السيدة الجميلة، وباشرنا خلال هذا الأسبوع بإنشاء جسر السكر، وقريبا سنكون بإعمار الجسر الثاني الجسر الحرية. الجسر المباشرة كانت بتاريخ 8/10/2017. الجهة المشرفة على العمل هي مديرية طرق وجسور نينوى، وهي اللي صادقت على التصاميم. العمل كان بتمويل من منظمة اليو ان دي بي. تم إنجاز العمل بتاريخ 11/3، يعني بخمسة أشهر، لأن ضمن العقد كان المدة كانت 8 أشهر، لكن المقاول أنجز العمل خلال 5 أشهر. والتأخير بالافتتاح كان سببه طلب المنظمة إجراء فحص التحميل للجسر، وتم إجراء الفحص والحمد لله ناجح 100%. بجهود مضنية من أبنائنا الغيار من أبناء محافظة نينوى لإكمال مسيرة الإعمار في هذه المحافظة، اليوم نقف على افتتاح مجسر المثنى، هذا المجسر الرئيسي الذي يربط حقيقة في الساحل الأيسر الأحياء من جهة شمال الشرق وأيضا من جهة الشرقية للساحل الأيسر. هذا المنجز كبير، هناك إصرار من أبنائنا الغيارة في هذه المحافظة بكافة الدوائر الخدمية لإعادة الحياة وبناء الحياة في المحافظة بعد 3 سنوات من بطش داعش وإجرامها في هذه المدينة وما آلت إليه من جراء العمليات العسكرية من هدم لكل البنى التحتية في هذه المحافظة. اليوم نقف على هذا المنجز الكبير ونوجه شكرنا وتقديرنا إلى دائرة الطرق والجسور. نقوم اليوم بافتتاح جسر السيدة الجميلة الذي يربط منطقتي الزهور بمنطقة المثنى. هذا الجسر الذي يعتبر أول جسر كونكريتي يتم إعادة إعماره بعد تحرير الموصل. تم تنفيذ العمل من قبل شركتنا شركة ضفاف الرافدين للمقاولات العامة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للإنماء UNDP. استمر العمل لمدة 5 أشهر وكان العمل بشكل ممتاز جدا كما ترون بشهادة الجميع.